السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا نركب، طبعا يوم زبون وافقنا الرأي نركب الخزانات من النوع البلاستيك. ننصح بالبلاستيك، أول وحدة البلاستيك هذا سميك أربع طبقات ومعزول عن الحرارة وإلى آخره. طبعا بلاستيك مو فيبر جلاس. شغلة ثانية، دائما الخزانة فيه يصير فيه تسربات، يصير فيه رسوب، يعني وسخ بالمعنى، يرسي بأرضية الخزان. الفتحة تكون كبيرة وسهل على العامل انه يفتحها ويكون منخفض على الأرض، وتسهل معاه بكل أريحية. اثنين، انه الخزان باش ومندي وكذا، ما في من الأمور هاي. شغلة ثالثة، أضفنا لوا طريقة علشان تقوى الضغط على داخل الفرن والدافور، اللي هي هاي الهواية. هواية ثانية مدبلة مع الماسورة النازلة، يعني هوايتين جنب بعض، واحدة مع الماسورة النازلة واحدة بعد الخزان، وهذا يعطي دفع ضغط هواء على الدافور، يعطي يعني مثل ما تقول سرعة اشتعال وقوة بالضغط. طبعا النازل احنا ننصح انه يكون 3/4، والماسورة الحديد اللي تكون جاية على الفرن هناك منطقة الفرن المنطقة الساخنة بتكون نص بوصة، علشان ما يقوى الديزل على الدافور، يضغط الهواء ويضغط بقوة، ووفر برضو بالمصروف ويصير تشغيله سهل بالنسبة للعامل. ولا تنسونا من دعواتكم، في أمان الله.